تتواصل الانطلاقات ونتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ايضا في النقل والوصف التفصيلي لاشواط هذه الفتره الصباحيه هنا عبر قناة دبي ريسنج برفقة فريقي الإعلامي الذي يتواصل مع هذه الانطلاقة والتحديات، فريق قناة دبي ريسنج لمتابعة التعليق على أشواط رياضتنا العربية الأصيلة. ننطلق على البركة في هذه اللحظة إلى مقدمة الشوط في ثالث الأشواط، والعودة مرة ثانية إلى انطلاقات الإبكار في هذا التحدي، أيضا المسافة 3 كيلومترات، وثالث أشواطنا الذي ينطلق في هذه اللحظة. بدأت الأعداد تتواصل أيضا وتزداد من شوط إلى شوط، ولكن نحن نتابع المقدمة، نسير بالصدارة، نتابع هنا من ياسر السيد راشد بن سعيد بن منانه الذي يعلن الانطلاقة الأولى في هذه التحديات، بينما المركز الثاني الوثم في المركز الثاني محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز الثالث توافيج عبد الله بن علي بن حمد المري. والله يوفق الجميع إن شاء الله في كل الانطلاقات. هناك على المركز الرابع نواصل الظبي سعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور اللي على المركز الثالث أو المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل بن مفتاح مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي مع انطلاقة الشاهينية في المركز الخامس. وفي المركز السادس هنا التحدي من جبارة سعيد بن محمد بن سعيد بن خويدم الشامسي. أما المركز السابع تتواصل عروبة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، والمركز الثامن الله راهي راشد بن سعيد بن راشد بن سالم بن سعيد المسافري، والمركز التاسع هنا نكمل لأول مرة نكمل ما شاء الله أسرار حمد بن مطر بن عمير الشامسي، والمركز العاشر هناك نتابع أيضا الشاهيني علي بن خليفة بن بليشة الاشتبي. هذه المراكز الأولى وعشرة مراكز أولى كما ذكرنا في هذه الانطلاقة وفي هذا الموقف وفي هذا المكان. 1400 باقي على خط النهاية ومسار هذا الشوط، يحمل البداية يحمل من انطلق أيضا هنا في هذه الانطلاقة. راشد بن سعيد بن منانه الذي أطلق مياسه، أعلن انطلاقة مياسه الظاهر اليوم، شعار مياس ما شاء الله معلن المنافسة، والأسهم مرتفعة لمياس من الشوط الأول وهذا الشوط. أشوف المركز الثاني خطورة قادمة من عروبة، عروبة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي اللي على المركز الثاني في هذه اللحظة وفي هذا المسار. والمركز الثالث تتواصل جبارة سعيد محمد بن سعيد بن خويدم الشامسي المنافس في الانطلاقة الثالث، والمركز الرابع توافيج عبد الله بن علي بن حمد المري. هذه المراكز الأربعة الأولى، ولكن وصل اسم جديد انضم إلى الانطلاقة، درة الخليج سعيد بن حمد بن علي المري مع درة الانطلاقات ودرة التحدي. وأقول الكيلومتر الأخير خلاص وصلنا في هذه الانطلاقة في هذا التحدي الخماسي الذي نتابع على الصدارة والصمود من مياس. مياس لا تزال على المركز الأول صامد في هذه الإثارة، صامد بهذا التحدي، صامد في هذا المسار. راشد بن سعيد بن منانة الله 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 البداية والستمائة متر اللي تفصل عن انطلاقة اللحظات الأخيرة، ولكن ازداد الضغط، انطلق القادمون، وصل ايضا لبريدي، وصل بقول شامسي، وصل جبارة 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 سعيد محمد بن سعيد بن خويدم الشامسي الذي اعلم وجود جبارة في هذه الانطلاقة، ومياسة تحاول وعلى الطرف الاخر توافيج تبحث عن التوفيق في هذا الانطلاق مع عبد الله بن علي بن حمد المري. ثلاثية الانطلاق الاولى جبارة ولا توافيج ولا هناك على المركز الثالث مياسة مع انضمام في المركز الرابع لدرة الخليج. هذه المراكز الأربعة هو خط النهاية، هنا ينتظر جبارة 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 ولا درة الخليج، درة هذا الشوط، درة الخليج انطلقت مع هذه اللحظة مع هذا الأداء الجميل. سعيد بن حمد بن علي المري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا والناموس للمملكة بشعارها الجميل مع هذه الانطلاقة هنا في هذا الشوط للسيد سعيد بن حمد بن علي المري. المركز الثاني ذهب لمياس راشد بن سعيد بن منانه، والمركز الثالث جبارة سعيد محمد بن سعيد بن خويدم، والمركز الرابع هناك راهي عبد الله بن خليفة بن محمد المرر، والمركز الخامس المركز الخامس عروبة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. 4 دقائق 38 ثانية
7 من الأجزاء من الثانية. سلام يا المملكة على هذا الأداء، وتهانينا أيضا لسعيد بن حمد بن علي المري على هذا الفوز وهذا الانتصار لدرة الخليج في هذا الشوط الجميل والمؤكد مسار التحدي ومسار المنافسة القوية التي بدأت أيضا بانطلاقات هذا الشوط بالفعل اللي كان خاص هنا في المركز الثاني 4:39 وفاء وتماما وكمالا. من ياسر سيد راشد بن سعيد بن بنانه الذي أعلن أيضا هذا الاندفاع القوي، والمركز الثالث جبارة اللي على المركز الثالث 4:39 5 من الأجزاء من الثاني سعيد محمد بن سعيد بن خويدم الشامسي مع المركز الثالث. تهانينا والناموس الفائزين، وتهانينا لمن جاء ليشارك ليحتفل معنا في هذه الأيام المباركة بانطلاق رياضتنا في هذا المكان تحفة ميادين السباقات، وهنا فرع ميداني دستور الذي يحتضن انطلاقات نجومها.